اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معاكم بحلقه جديده من وقت رولي دارك سولز 3. معاكم جميل، يلا نبدا. الحلقه الماضيه قتلنا يوم ذا جاينت، الويبون هذا خلص ما له داعي اني مور، ما تغلب حالك، ما تلفله ولا تعمل فيه شيء، خلص سيبه. اللي بعطينا اياه السول تاعته بيعطينا جريت شيلد، وهو اقوى جريت شيلد موجود في الجيم اللي هو هذا اقوى واحد زي ما شايفين، فيزيكال 100%، الستابيليتي تاعته 73، فهذا يتضمن انه الباونس اتاك عليك راح يكون، او انت الباونس اللي انت بتعمله لما تاكل سيف او اشي راح يكون اضعف عليك. وفي عنده الجريت ماشيتي اللي هي تعتبر اكس، و اتس نوت باد نوت باد، بس بدها 38 سترينث عشان تحملها. فاذا بتلعب سترينث هذول الاثنين كثير كويسين لإلك. انا في حالتي as usual سوف اقوم بتناول السول. ثانك يو، 20,000 حلوين. ليفل اب هلا دائما اذا وصل ديكستريتي 35 وسترينث، يعني هاي بترفع 3، هاي بترفع 4، وصلهم. هلا هي الفكره بنهايه البيلد الديكستريتي 35، هاي 30، الاستامينا الانديورنس لازم يكون 25، والفيجر اكيد راح يرفع، بس هي الفكره وصلهم 30 35 25 بعدين بضل يرفع فيجر، فهيك شود بي فاين. هلا في عنا فايتر اللي هو الدانسر. دانسر مزعج. احنا اخذنا انديد بون شارب صح؟ صار بلس 8، هيك باي لنا تنتين. هل معي استس شارب ولا لا؟ شوف فرق نبره. ما معي. اوكي الدانسر فايت مزعج شوي، الزلمه بيتحرك كثير طول الفايت. وين بدنا نروح؟ بدنا نروح على هاي بول اوف لوثريك، بعدين بنروح على بورد اوف بوريل فالي. الكومبو تاعه فيز 1 بكون معاه سيف، السيف هذا بس راح يضل يضربك بالملي، الريتش تاعه كثير عالي. فيز 2 راح يسحب كمان سيف من الارض، فراح يكون عنده وحده ديدلي كومبو اللي هي عباره عن بصير يلف حوالين حاله 5 مرات مسافه كثير طويله. الافضل انك تضلك تحت اجري وتضرب ضربه ودوج، ضربه ودوج او ضربتين ودوج حسب الويندو اللي عندك. هلا بدك تعمله هون رن، بدك تقتل هذول الاشياء جو اهيد. لا ابتعد عني وانت ايضا. هذول ما بفوتوا، ما بيلحقوك، فلا تقلق. تيجي هون بتحكي مع ماريا. الزلمة بتموت، الحج عم بتموت وانت شو اسمه. بعطيك بيسن اوف فاوز. ليدي ماريا بتموت. تيجي هون. انت رأيت. او لا سوري، ببلش الكاتسين، فتفعليا لو قتلت يورم وجيت حكيت معها اطول كاتسين راح يبلش. دانسر سيف تاعه مولع فاير، فيز 2 سيف راح يصير عليه ماجيك. في عنده جراب اتاك اللي هي هاي شفتوها، تبهوا منها. حاول تخليك عند يجروا الشمال.
بس يعمل هيك لازم تبعد. هيك بلش فيس تو، طلع السيف، صار عنده واحد فيزيكال واحد ماجيك. هاي هي ضربة الدانسينج اللي حكيت عنها، دوج لعنده ما تبعد عنه، دوج باتجاهه عشان ما تاكل دمجها. هيل هيل زي ما قلت لكم ضربة وهرب لا تطمع. هذا طمع وهيك الدانسر بكون مات. إيه. تاخذ عليه تروفي، تاخذ السول تاعته بعد ما يموت. قرب هون تعمل التراك بليس البيسن. بس شغله تب الضرب اللي بنط فيها فوق، لا تنسى انه لما ينزل راح يعمل انفجار، بعدين راح يلف لفتين بالسيف. هاي اللي يبغالك، فبس ينط دوج لورا، بعدين دوج كمان مرة لورا، بس يلف اللفتين روح اضربه ضربة. هاي بتكون ويندو انك تعطيه شوت واحدة. راح ينزل لك كمان سلة، ومن هون راح يفوت على لوتريك كاسل، ذا اكشوال لوتريك كاسل. تمام، هتيجي هون تلاقي البونفاير، شغلها وريست. تطلع السلم. هلا هون في عندك طريق دغري، في عندك طريق عشمال. عشمال راح يوديك على two optional areas، اللي هي اول واحدة consumed kings garden، والثانية راح تروح على unintended graves.
هدول راح نروح لهم ليتر، اصعب شوي لسه، ممكن نمشي نعمل بروجرس هون بعدين نرجع هناك. هون عندك نايت وعندك الاشي الاسود هذا، هذا الاشي الاسود بيهيل النايت، فحاول اقتله او حاول لا تخلي النايت يقتلك. خلص كون النايت اجا نقتل النايت. شايفين نايت مؤذي، فما بالك اذا كان بموتش وبتهيل. هو مؤذي هيك لانه ريد ايز فعليا. اوكي هاي شورت كت راح نفتحها ليتر. تعال هون خد سول الايتم. هلا هون في عندك اثنين بهيلو وتو نايت. ايش بتعمله؟ اركض هون، نايت هناك، اقتل هاد بالاول، بعدين بدك تسحبهم واحد واحد. حاول تسحبه لهون. تفضل 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 عفوا. شايفين؟ لا دمج فرق بين هذا وهذاك، لانه هذاك ريد اي، احنا حكينا الريد اي دمجهم اعلى بشكل عام. هاي اول واحد مات، هلا الثاني راح يكون بتمشى، فجيبه لهون بدون ما تعمل اجرو للشخص اللي بهيله. حاول ايوه تفضل. تمام تاخذ تايتانايت شارد، تيجي هون راح تلاقي زلمه اللي هو المفروض انه بيهيلهم، بس ما هو نايم، كيف بده يهيلهم؟ تيجي هون راح تلاقي بونفاير. اوكي هون برا ما في هون اشي، بس هون فعليا راح ترجعك على الدرج اللي هناك تحت، كانت الدانسر هون تحت هون، هناك الكونسيومد كينجز جاردن، احنا مشينا من هون والدانسر هون، بس عشان اربط لكم المكان. ريست اذا بدك نطلع هون برا، هذا لوت مش منك. هلا هون في انيميز، هذول الانيميز شكلهم نفس شكل الانيميز اللي في اول اللي في اول ماب فعليا، بس هذول بوجعوا اكثر فانسبهم منهم. اوكي واحد مات، تاخذ تايتانايت شنك. والله تكثروا لي منهم، بدنا نلفل السلاح لو سمحتوا. قتل هاد، قتل هاد. اوكي في واحد عم يتمشى وفي واحد ورا الخشبات هذول. هلا فوق في ناس راح يرموا الايتم، راح يرموا عليك الاشي اللي بخليك ما تهيل، فانتبهوا. لوت تنزل هون، اضرب الحيط. اوكي ناخذ تايتانايت شنك. تمام هلا لما تفوت هون في واحد انجل كبير واقف هناك، فاللي بدك تعمله حاول اطلع السلم وبلنج اتاك. حاول انلف راح واتخبى، لانه عادي يروح يتخبى.
يا اللي ما هذا مؤذي كثير، فانتبهوا منه، لا تكون متسرع زيه. هون تفوت على الغرفة، هون ناخذ Twinkling Tight Knight، نطلع بالسلم. هلا هو في العادة لو تأخرت شوي راح يروح يتخبى هناك تحت، حيجي تحت المنطقة هاي، فراح ما حتقدر تعمل له بلانج اتاك. تيجي هون، هاي عبارة عن هيدن وول، تاخذ ارمر ست، تاخذ سيكريت بلوم شيلد. الارمر ست هاي وينج نايت، اللي هم نفس الاشياء اللي نفس الشخص اللي قتلناه هسه، الانجل اللي قتلناه هسه على على اساس انه انجل. دروب هون. اوكي هلا بتطلع فوق، تركض لهون. يفضل انك تتخبى هون. او لا يفضل انك تتخبى هون، الموضوع برجع لك. يعني عارف في واحد راح يطلع لي امبوش واثنين لحقيني، بس ما قدرت. اوكي لكن النايتس اللي ورانا ما بوصلوا لهون، فلا تقلق. هلا بنروح ناخذ اغراضنا. سولز لكم مؤذين، شكلهم لطيف ولكنهم فعليا مؤذين. لا لا ايش تبا، يعني قتلت الجانسر وان شوت قاعد بموت هون، والله ظلم. بسيطة بسيطة، المشكلة الناس عم بيرموا علي قنابل، بيرموا علي انتي هيل تطين حيطي، مش عارف ليش. هذا المحترم نزل لي لوت، ثانك يو. دول برموا عليه قنابل لازم يموتوا. يعني هم نفس البوسز تاعون المنطقة الأولى، بس زي ما مش البوسز سوري، نفس البوسز تاعون المنطقة الأولى، لكن زي ما شايفين مزعجين، دمجهم أعلى. وانا حاليا علي دي بوف بقدر شهيل. متبا لك نوم، تاخذ سولو ايتم. شوكولاد نون، تاخذ تايتانايت شنك. هيك خلصنا ذاك الحيوان اللي برمي علي انتي هيل.
تيجي هون تلاقي البونفاير انا رست ناخذ اللوت هاد نمبر يعني نيجي تطلع من هون هلا بس تطلع من هون في عندك طلع هناك في عندك اثنين دراجونز ومجرد ما تطلع الدرج راح يبلشوا ينفخوا على الجسر ف راح اورجيكم كيف نعملها هنا منت بس قبل هيك تعال هون في عندك نايت هاد ريد ايز فانتبهوا منه تاخذ جريت لانس تاخذ منه لارج تايتانايت شارد هلا اول ما تطلع الجسر حكينا راح يصحوا يصيروا ينفخوا نار فانت بدك تعمل الدروب تركض هيك ودروب هون تاخذ 100 بون شوت هون تحت في انمي بتحول لابيس بيت فاقتله قبل ما يتحول اوكي واخر اشي في كمان انمي بتحول لابيس بيست فاقتله قبل ما يتحول بس تقتله تيجي هون تاخذ توينكلينج تايت نايت بعدين تيجي هون تاخذ تايتانايت شنك تايتانايت شنك هلا اذا بتطلع هناك في لوت احنا ركضنا على الجسر ونزلنا اخر اشي تركض على الجسر بتنزل من هون هذا الطريق فعليا بدنا نمشيه في الحلقة اللي جاي بس هون هلا بدنا نعمل كبير لهاي الاريا هون سريع سريع لو مش ضايق معنا في لايف تاخذ لايتنج ايرن هون في عندك امبوش راح يكون في عندك هاي اوكي الكريستال ليزرد حاول تحشرها هون او هون لانه بمجرد ما تمشي هناك في كمان ناس راح ينطوا عليك من هون حيكون في امبوش هيهم عباره عن ثلاثه throwing knife thank you اوكي تمام هلا هون في عندك كمان انجل بس هذا الزلمه حامل هالبرد مش طول اللي هو الاكل طبعا دائما بامكانك تعمله باك ستاب وباك ستاب كثير بتسهل حياتك اوكي تاخذ لارج تايتانايت شارد وهذا الحيوان اللي خلاني اموت اكثر من مره وهجمني عليه من قبل تقتله تاخذ من هون سنايبر كروسبو مع البولتس تاعونه ترجع هون تاخذ سول ايتم وهيك نكون رجعنا على بونفاير في الحلقه الجايه راح نفوت على الكسل بشكل رسمي مش عارف اذا راح نلحق نقتل البوس ولا لا بس راح ننزل من الجسر على الجهه اللي يعني اول الجسر بعدين نلف ونقتل الدراجونز ونطلع لفوق فمبروك للتروفي قتلنا الدانسر لو عجبتكم هاي الحلقه لايك وسبسكرايب لو عندكم اي جيم حابين اعملكم عليها ووك ثرو اكتبوا لي في الكومنتس اشوفكم في الحلقه اللي جاي سلام